وليس بعيداً عن ديالا التي ظلت ممراً باتجاهين نحو الشرق والغرب، يستعيد قضاء كفري جانباً من الاهتمام بوصفه أحد المدن التي تضم العديد من الآثار والمعالم التاريخية التي تسرب إليها الإهمال. مناشدات وحملات متعاقبة نجحت في تغيير اتجاه البوصلة المنسية، حيث يتم التركيز على بعض المعالم ومنها سراي كفري القديم الذي يعود عمره لأكثر من 120 عاماً. الأعمال الجارية ستحافظ على الشكل العمراني للمعلم ليبقى كمكان أثري وسياحي ومقصد للمؤرخين بالقضاء. كفري له تاريخ عريق بالنسبة للآثار، فيها عديد من الأماكن الأثرية القديمة، بعضها يعود إلى آلاف السنين وبعضها إلى مئات السنين. هسه احنا في سراي كفري القديم، في إحدى زيارات السيد النائب رئيس مجلس وزراء إقليم السيد قباد الطالباني، طالبناه بإعادة ترميم هذا البناء، هذا سراي كفري القديم عمره أكثر من 120 سنة.